أمام الشعب ظهر الوحدة واقتنص نقاط المباراة كاملة أمام فريق هش وسهل المراس. المباراة لم ترتقي إلى المستوى المتوقع في أول نصف ساعة، بعدها جاءت الأهداف. ميشيل رانت يسجل في الجولة السابعة أول أهدافه في الدوري هذا الموسم وسط فرحة عارمة على دكة البدلاء. ميشيل رانت يسجل أول هدف للشعب. هذا التقدم لم يستمر أكثر من 10 دقائق ليأتي الرد من رأسية صديق الشباك سيباستيان تيغالي. كرة اللعب خطيرة، جول! وعلى تلك النتيجة انتهى الفصل الأول من عمر اللقاء. في الشوط الثاني تغير حال العنابي، الشاب سيف سلطان يحرز ثاني الأهداف. دخول إسماعيل مطر غير من حال الفريق للأفضل. تطلع قدام الجول، جول! عن طريق سلطان سيف. تيغالي وشهية مفتوحة اليوم يوقعوا الهدف الثالث وسط تفكك شعباوي. إسماعيل ينقلها وراء المدافعين مسعود، ولكن تتخلص، كرة خطيرة على طول قدام الجول، تيغالي، جول! العكبري! وتتواصل كرات العنابي تجاه الحصون الحمراء وتيغالي يبصم على الهاتريك له والرابع لفريقه. قدام الجول، تيغالي، جول! تيغالي هاتريك! وجماهير العنابي تحتفل بعودة الفريق. قبيل الصافرة بلحظات الحكم يحتسب ركلة جزاء للشعب، يقف أمامها من سجل هدف فريقه الوحيد ميشيل رانت ويرسلها أدراج الرياح وينتهي اللقاء. الشعب لا حياة لمن تنادي، صفوف الفريق تبدو في شتات والتوازن مفقود، وتجمد الرصيد عند النقطة الوحيدة من 7 جولات. أما العنابي فقد عاد إلى العاصمة بفوز معنوي رفع به رصيده للنقطة رقم 10.